أسعدتم مساء مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة الفجر الجديد في نشرة تفصيلية لأبرز الأخبار على الساحة المحلية والفلسطينية، ونبدأها باستعراض لأبرز ما جاء ضمن برنامج تولكرم اليوم، حيث تعرض النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة صباح هذا اليوم لحادثة إطلاق نار على سيارته الخاصة بالقرب من منطقة سكنه. وأشار خريشة إلى أن هذه الحادثة ليست لإيصال رسالة معينة، إنما هي محاولة اغتيال صريحة في وضح النهار. يعني في الصباح أنا متعود أنه أخرج من بيتي متوجه لمكتبي، بسلك نفس الطريق تقريبا، وطريق دائما كانت آمنة. فجأة في بعيد عن البيت حوالي 200 متر سمعت اطلاق نار، وقفت سيارتي لأنه اعتقدت أنه مش بسيارتي، تفرجت الكزاز كان مغبش، نزلت تحت شفت أربع رصاصات في سيارتي موجودات بالطبون من وراء، زائد من الباب بالاتجاه الآخر مطرح ما بيكون السائق موجود. رأسا دورت سيارتي، طلع حدا من الجيران قال لي منين، قلت له قال سمعت إطلاق رصاص من الجهة المقابلة. فأنا يعني ساعتها دورت سيارتي ورحت على المربع الأمني تبع يعني الدكتور رامي الحمد لله، باعتبار إنه إحنا بعاد عنه 50 متر، أقل من 50 متر. سألت الشباب اللي غاد على أساس إنه في حد فيهم أطلق رصاص بالغلط، فقالوا لا بس سمعنا أطلق رصاص، وهرعوا للمكان وبلشوا يدوروا. أنا الحقيقة يعني بستغرب إنه هي ظاهرة بعيدة عن طول كريم، يعني إحنا في طول كريم ثقافتنا ما عمراش كانت بالاتجاه هذا ولا مرة، وهي لذلك بشكل علامة فارقة وخطرة أن تسود هاي العلاقات معنا بالطريقة هاي، لأنه أنا شخصيا ليس لي أعداء شخصيين أبدا. قد يكون استفز بعضهم تصريحات إلي بقولها بشكل واضح، أو مشاركاتي هنا وهناك أثناء عملي كنائب أو كقائد سياسي بالمحافظة، وبالتالي هاي بيستفزهم. بس بدي أقول لهاي الناس كلها إنه العمل الديمقراطي مش هيك، تعودنا في فلسطين أن نكون ديمقراطيين، نستمع للرأي ورأي الآخر ونجيب على الآراء الأخرى بطريقة أيضا حضارية وديمقراطية، لكن مش برصاص، لأن الرصاص لن يخيف أحد مما كان يكون. يعني كواتم الصوت اللي مورست سنوات طويلة لن تغلق أصوات أو كم أفواه أحد يريد أن يتحدث حول أي موضوع، لأنه بالنسبة إلي حرية الرأي حق مقدس لكل فلسطيني يمارسها متى شاء وفي الطريقة التي يشاءها، مدام بالنهاية مصلحة الوطن هي العنوان الرئيسي. وبدي أقول إنه خطورتها تكمن إنه هاي في المربع الأمني الأكثر أماناً المفروض يكون في فلسطين كلها، مربع رئيس الوزراء، أن يحصل هذا الكلام فهذا إشي خطير وكبير، وبالتالي على المسؤولين الفلسطينيين أن ينتبهوا اليوم بحسن خريشي، بكرة في حدا آخر. أنا بعتقد لم تكن رسالة وإنما كانت محاولة اغتيال لأنه عن قرب، وحتى لو كانت رسالة الرسائل ما بتصلش بالطريقة هاي، بتصل بطريقة أخرى مختلفة، لكن هاي المرة أنا بقول بجوز يكون رسالتهم قلت لك استفزت حدا تصريحاتنا وإعلاناتنا، ومع ذلك بقول إنه هؤلاء لن يسكتوا، أي صوت فلسطيني حر مهما كان. برنامج تولكرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. نظمت محافظة تولكرم بالتعاون مع بلدية تولكرم والمؤسسات الشريكة حفلا من أجل وضع الخطة التطويرية من أجل النهوض بالواقع الصحي والبيئي في المحافظة. في محافظة تولكرم يعني كل ذلك يندرج في إطار الخطة الوطنية الشاملة التي تشترك بها كافة المكونات ومن ضمنها بلدية تولكرم لتحسين الظروف البيئية هنا في المحافظة. هذا كله يصب في خدمة المحافظة بشكل عام وعلى كل الصعد الاقتصادي والبيئي، ومن الزاوية الأخرى الزاوية الجمالية، والتي تندرج أيضا في إطار الخطة الشاملة المتعلقة في تولكرم محافظة سياحية. هذا المشروع يطال كافة القضايا التي تتعلق بالبيئة بالدرجة الأولى، وهو مشروع بيئي يأتي استكمالا لمشروع المحافظة تولكرم والذي يجري عبر ترحيل النفايات الصلبة من عموم المدينة وإغلاق المكبات النفايات الصلبة سواء كانت الرسمية أو العشوائية، وهذا ما تم إنجازه حقيقة عبر مجلس الخدمات النفايات الصلبة المشترك لعموم المحافظة. وبالتالي تأتي هذه المرحلة مرحلة متقدمة، حيث
بحيث يتم فرز الكرتون ومعالجته وتقطيعه يعني والتخلص منه. يعني بالتأكيد بدنا نقول مش هذا المشروع اللي بنقول طول كرم انها تصير نقلة نوعية، لا هي سبقت كثير من المدن في الضفة الغربية وكان في عندها كانت سباقة في قضية الاهتمام بمجال البيئة من خلال عدة مشاريع قامت فيها إخواننا الكرميين. بالتالي هذا المشروع مكمل، إحنا معنيين تكون طول كرم خضرة، خضرة مش بشوارعها، خضرة بكل معاني كلمة الاقتصاد الأخضر اللي هي هذا بتعني التنمية المستدامة، الدول المتحضرة، تخفيف الانبعاثات والتلوثات والحفاظ على البيئة بكل عناصرها ومكوناتها. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. قدم موظفو شركة الاتصالات الفلسطينية بألتيل راتب يوم واحد لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة جراء العدوان الأخير على القطاع، وذلك ضمن حملة ألم واحد عائلة واحدة. هذا واستكملت بألتيل إرسال الدفعة الثانية من المساعدات العينية للقطاع في محاولة لتخفيف حجم المعاناة والألام التي يتعرض لها المواطنون في القطاع. استكمالا للقافلة التي أرسلتها قبل أسبوعين، قامت شركة الاتصالات الفلسطينية بإرسال القافلة الثانية من المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، وهذه المرة جاءت الحملة بجهود مشتركة ما بين الشركة وموظفيها. استمرت حملات الدعم على مستوى المجموعة، شركة الاتصالات قامت بحملتين متتاليتين، الحملة الأولى اللي كانت قبل أسبوعين، الحملة الحالية اللي أنتم شايفينها لها هي 8 شاحنات، هي كانت بجهود مشتركة بين الموظفين والشركة. الموظفين تبرعوا بيوم من رواتبهم، وتم التنسيق مع الأونروا والأمم المتحدة الاحتياجات الحقيقية لإخواننا وأهلنا في غزة لدعم صمودهم، وكان التوجه أنه إن نركز على الأشياء اللي بتساعد الإخواننا اللاجئين اللي تركوا بيوتهم. التجاوب السريع من قبل موظفي الشركة الذين تبرعوا بجزء من راتبهم كان له الأثر الكبير في إنجاح هذه المرحلة من الحملة، معبرين عن تضامنهم مع أهلنا في القطاع عبر مساهمتهم في هذه الشاحنات. اليوم قمنا بتحميل 8 شاحنات إضافة عما حمل بالسابق، وهناك إن شاء الله سيكون أيضا حملات تبرع بالمستقبل القريب، حيث قمنا أطلقنا كنقابي لدى موظفينا في الاتصالات، وكما عودونا دائما قاموا بالاستجابة منذ اللحظة الأولى بالتبرع من رواتبهم ليتم شراء ما هو محتاج لدى أهلنا في قطاع غزة. كنقابة الاتصالات اللي احنا منطويين تحت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قمنا بإطلاق حملة مقاطعة بضع المنتجات الإسرائيلية وبضع إسرائيلية، وهي الحملة حتكون إن شاء الله مستمرة، وحتكون ثقافة عامة، نركز الثقافة العامة على حملة المقاطعة، وهي الحملة اللي بتدعم الاقتصاد الوطني وتفتح أفاق ومشاريع جديدة واستيعاب كثير من الخريجين في مجتمعنا ودعم هذا الاقتصاد الوطني. مسؤولية الشركة الاجتماعية وتكاثف الجهود بين إدارتها وموظفيها كان السبب الوجيه وراء إرسال هذه الدفعة من الشاحنات لتلبي احتياجات عديدة أرسلت للشركة من خلال الأونروا. هذا جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية في شركة الاتصالات وفي مجموعة الاتصالات، وهو استكمال لما تم قبل أسبوعين من إرسال القوافل لأهلنا في قطاع غزة. ما يميز هذه القوافل أنها بمشاركة موظفينا من شركة الاتصالات الفلسطينية تبرعوا بجزء من راتبهم لصالح أهلنا في غزة. أيضا هي هذه الشاحنات أو القوافل محملة باحتياجات أهلنا في غزة التي وصلتنا من خلال الأونروا، سيتم تسليم هذه القافلة للأونروا ومن خلالهم سيتم التوزيع، وهي عبارة عن شاحنات محملة بالفرشات ومواد التنظيف. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. أصيب مواطن بعد أن تعرض لحادث سير ذاتي على الطريق الواصل بين طول كرم ونابلس، وأفادت المصادر أن حادث السير نتج عن اصطدام سيارة بشجرة، حيث تعرض السائق لجروح طفيفة ونقل على إثرها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت لتلقي العلاج. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم.
تسود باحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك ومحيط بواباته الرئيسية الخارجية أجواء شديدة التوتر وسط منع متواصل لليوم الخامس على التوالي على دخول كافة النساء والفتيات والطالبات للمسجد الأقصى. في ختام نشرتنا الإخبارية نستعرض وإياكم حالة الطقس ليوم غدنا الجمعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا بوجه عام في معظم المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية تنشط مساء، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في ختام نشرتنا الإخبارية أطيب المشاهدة نتمناها لكم عبر شاشتنا، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الفجر تيفي.com. نهاية النشرة، إلى اللقاء.